والان مشاهدينا ننتقل مع حضراتكم للزميله مرنه ايهاب وموجز باهم واخر الانباء اليك مرنه شكرا لك يا ريهام العاشره صباحا بتوقيت القاهره الثامنه بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل. وأدلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية وذلك في مقر لجنته الانتخابية بمصر الجديدة. وتجرى الانتخابات الرئاسية من عام 2024 داخل مصر وفقاً للجدول الزمني المقرر من الهيئه الوطنيه للانتخابات ايام العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري ويستمر التصويت من التاسعه صباحا حتى التاسعه مساء وحددت يوم الثالث عشر من شهر ديسمبر لانتهاء عمليه الفرز وارسال المحاضر للجان العامه يتوفد المواطنون على مراكز الاقتراع في المحافظات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية من عام 2024 ذلك وسط انتظام الخدمات الأمنية والطبية أمام مقرات اللجان لتسهيل عمليات الاقتراع ويتنفس على الاستحقاق الرئاسي أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي ورمزه الانتخابي النجمة وفريد زهران ورمزه الشمس وعبد السند يمامة ورمزه النخلة وحزم عمر ورمزه السلم ويبلغ عدد تختلف مقر مراكز الاقتراع على مستوى الجمهوريه تسعه الاف وثلاثمائه وسته وسبعين مقرا انتخابيا بها احدى عشر الف وستمائه وواحد وثلاثين لجنه فرعيه اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب قرية رمانا غرب جنين بمحاذاة معسكر سالم الاسرائيلي، وقالت مصادر محلية إن مواجهات عنيفة اندلعت قرب معسكر سالم المقام فوق أراضي المواطنين، حيث أطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية بكثافة تجاه منازل المواطنين على مدخل قرية رمانا، وشنت عملية تمشيط واسعة في محيط القرية، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية زبوبا وبلدة عرابه وشنت حمله تمشيط وتفتيش واسعه استشهد عشرة مواطنين وأصيب العشرات بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة وأفادت مصادر طبية بأن الشهداء أغلبهم من الأطفال إضافة إلى وقوع عشرات الإصابات وعدد من المفقودين كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط المستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة وشن طائرات الاحتلال غارات عنيفة على دير البلح ومخيمات النصيرات والمغازي وزويدة وسط غزه وعده مناطق في شمال القطاع اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية ثلاثة مواطنين بينهم فتاة خلال اقتحامها محافظة نابلس كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مدينة طوباس ودفعت بتعزيزات كبيرة إليها من جهة حاجز تيسير هذا وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الجنوبي للمدينة بالسواتر الترابية وحصرت منازل المواطنين وقامت بإطلاق قذيفة نحو مدخل المدينة ما أسفر عن اشتعال النيران فيه كما أغلقت المدخل الجنوبي لمدينة طوباس بالسواتر الترابية. افادت قوات حفظ السلام التابعه للامم المتحده في جنوب لبنان يونيفيل بان احد مواقعها تعرض لقصف دون تسجيل اصابات مشيره الى انها تسعى الى التحقق من مصدر النيران وذكرت الوكاله الوطنيه للاعلام اللبنانيه الرسميه ان دبابه مركبه اسرائيليه استهدفت موقع قوات اليونيفيل الدوليه الكتيبه الاسبانيه قرب منطقه ابل القمح خلف مستعمره المطله في شمال اسرائيل واضافت ان القصف فاستهدف برج المراقبه بشكل مباشر ولم يتم تسجيل اي اصابات في صفوف عناصر القوه التقى أعضاء لجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في العاصمة الكندية أوتاوا رئيس وزراء كندا جاستن تودو وتم خلال اللقاء مناقشة الأحداث المتسارعة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة وتداعياتها والتصعيد العسكري تجاه المدنيين العزل وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار بما يضمن عودة الأمن والاستقرار لقطاع غزة وشدد أعضاء اللجنة على أهمية للمجتمع الدولي كافه الجهود للتحرك بشكل فوري وعاجل نحو وقف الانتهاكات المستمره من قبل قوات الاحتلال الاسرائيليه للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني بما يضمن حمايه كامله للمدنيين في قطاع غزه. نهايه الموجزة شكرا لكم.